Şahi. Şahi, şahi. Değil. Bugün bu vesileyle devam ediyor. Ben yürekten teşekkürü bir borç biliyorum değerli belediye başkanımıza. السادة الحضور وبخص بشكل خاص الأطفال الأعزاء اللي بنشوف فيه نور المستقبل بعيونهم السادة السيد رئيس بلدية غازي عنتاب والسادة رؤساء البلدية الضيوف أول شيء من كل قلبي بدي أتشكر بلدية غازي عنتاب لتأمين هاي الخدمات للضيوف السوريين وتقديم الموضوع الدعم للمدارس. يا بنات قولوا شكرا لتركيا شكرا لتركيا وشكرا لولاة غازي عنتاب وشكرا لولاة غازي عنتاب وشكرا لله وشكرا لله والنصر قريب آت والنصر قريب آت نحن نرى اهتماما بالغا منكم بموضوع العلم والمعرفه والدراسه ما هو الدافع في هذا لكم في هذا المجال؟ Evet biz şimdi Türkiye olarak konuşmuyoruz. Nihamet Adem Kılıl Kadamat ka Türkiye ka hükümet Türkiye 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 عم نقدم لهم المسكن، عم نقدم لهم الغذاء، عم نقدم لهم كل المساعدات الممكنة، ولكن طبعا هون النطاق التعليمي بيكون هو الأهم لأنه نحن لازم نحضر أطفالنا للمستقبل وحتى يكونوا جاهزين للمستقبل، لذلك إذا نحن ما قدمنا لهم الخدمات التعليمية حيكون أكبر تقصير قدمناه بحق أطفالنا، لذلك من المفضل إنه نحن نقدم أفضل الخدمات بهذا المجال. حضراتكم قدمتم أكثر من خدمة في المجال التعليمي، ما هي أبرز هذه الخدمات التي قدمتموها حتى الآن؟ سوريا'dan gelen bu çocuklar ضيوفنا السوريين اللي اجوا طبعا اجوا هن مع اطفالهم، اطفالهم ما بنشوفهم كاطفال غيرنا، هن اطفالنا نفسهم، لذلك نحن حريصين على تقديم افضل الخدمات لاخوتنا السوريين، لاطفالنا السوريين، وعلى راسها طبعا الخدمات التعليميه. خدماتنا التعليميه ضمن المدارس عم تشمل كل الخدمات من القرطاسيه لحتى اللبس، اللباس المدرسي، لحتى الجرابات، كل التفاصيل تبع حاجات الطفل عم نقدمها، بالاضافه لحتى نقل الطالب من المدرسه الى بيته والعكس. نحن عم نقدم هاي الخدمات مثلنا مثل اي مدرسه خاصه، ولكن ما عم نتقاضى اي اجر مقابل هاي الخدمات. سياده الولي، ولي تنسيق سوريين، ما هي اخر مشاريعكم في مجال خدمه السوريين، ولا سيما ان فصل الشتاء قادم على السوريين في مدينه غازي عنتاب؟ ما هي اخر يعني الخدمات التي تودون تقديمها للسوريين؟ Şimdi tabii şehir merkezde yaşayan Suriyelilerin özellikle ihtiyaçları var mutlaka. NGO'larımız, hayırseverler. عم نقدم كل الخدمات للاخوه السوريين اللي بيطلع بايدنا عم نعمله. هلا طبعا اشهر الشتاء قربت، فلذلك نحن خلال فصل الشتاء عم نجمع بعض المعلومات من ناحيه اعداد السوريين شو هي حاجاتهم الموجوده، لذلك عم نسجل. للاسف ما في عدد مسجل من السوريين، عم نحاول نسجل هذا العدد، نحصي هذا العدد، عم نشارك هي المعلومات كمان مع منظمات المجتمع المدني، فاعلين الخير الموجودين هون، الجمعيات الخيريه الموجوده بتركيا، لحتى نعمل تقييم معين لحتى نقدر نقدم خدمات، نقدم المساعده طبعا بهذا المجال. العدد اللي عم بيزيد يوم عن يوم عم بيأثر بشكل سلبي على نوعية الخدمات، كل ما زاد العدد كل ما زاد الضغط علينا. اهلا وسهلا في مدرستنا، في مدرسة اسمها الشفار، تم افتتاحها بوجودكم وبوجود رؤساء بلدية آسيا وبوجود الرئيس بلدية غازي عنتاب الكبرى ومساعي فاعلة خير اسمها الشفار. القدرة الاستيعابية استاذ ابراهيم لهذه المدرسة؟ هذه المدرسة قدرة الاستيعابية بحدود 750 طالب ان شاء الله، موزعين على من الصفوف الخامس الى الصف الثامن، وهناك 10 شعب صفيين. بالنسبة للكادر التعليمي، هل توفر لديكم كادر تعليمي لكل المواد الدراسية؟ الكادر التعليمي موجود، واصحاب قدرات عالية
اختصاصات كانوا هم كانوا في ميادين في التعليمية في مدارس سوريا لهم خبرة حد أدنى 10 سنوات تعليمية. أعزائي المشاهدين، وها هي مدرسة أخرى في مدينة غازي عنتاب تفتح أبوابها للطلاب السوريين المتلهفين للدراسة. ذلك أن السوريون يعلمون تماما أن معركتهم مع النظام لا يمكن كسبها إلا بالعلم والمعرفة، كما أن معركة البناء القادمة في المستقبل أيضا لا يمكن كسبها إلا بالمعرفة.